بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة جديدة من كورساتنا. سلسلتنا هتكون مخصصة لشرح برنامج مهم من برامج شركة VMware، وهو برنامج VMware Zen App. برنامج VMware Zen App عبارة عن برنامج من البرامج اللي تندرج تحت قسم الحاجة اسمها يسموها Application Virtualizations أو البورتابل أبليكيشن. عن طريق البرنامج السهل والبسيط ده اقدر اعمل بورتابل ابلكيشنز ويشتغل عند كل الاجهزه اللي عندي في النتورك بغض النظر عن الفيرجن بتاع الاصدار الويندوز الخاص بيهم، بدون ما احتاج اعمل انستليشن او اي شيء شكل ما هنشوف خلال الكورس ده. كان مسمى البرامج دي كنا بنسميها بورتابل ابلكيشن، لكن حاليا وهي بقت تبع السوليوشن الخاص بالفيرشواليزيشن ابلكيشن بقينا نسميها Application Virtualization. هنشوف إن في أكتر من شركة بتنتج برامج شبيهة بال Zen App، هنشوفهم وهنتعرف عليهم عندنا. الكورس بتاعنا ده إن شاء الله هيتكلم عن برنامج الـ Zen App، وهيتكلم عن بعض الـ Advanced Feature الموجودة فيه، وهيتكلم عن البرنامج ده والـ Integration بتاعه اللي مع أكتر من برنامج تاني. أول حاجة، يمكن كتير مننا يسمع عن برنامج زين آب أو استخدم برنامج اتعامل ببرنامج زين آب، لكن ما بتدخلش يعني بشكل متعمق شوية ايه الـ Advanced Feature في زين آب. حتى الريسورس اللي موجودة عن زين آب كفيديو أو كورسات بسيطة جدا جدا، كل بيتعامل معاه بالشكل الأولي إن هو بيسطبه ويعمل كابتشر للأبليكيشن والكلام ده بشكل بسيط جدا. لكن إن شاء الله خلال الكورسنا ده هنتعمق فيه جدا، وهنشوف ايه علاقة الزين اب بالجروب بولس بتاعتنا، ايه علاقة الزين اب بالفيم وير فيو، وايه علاقة الزين اب بحاجة اسمها زين فاكتوري والهورايزون ابليكيشن مانجر. والبرنامج ده تحديدا هورايزون ابليكيشن مانجر ده برنامج يعني يعتبر سحري جدا جدا جدا، وما تعمله انتجريشن مع زين اب هيديك فيتشر روعة جدا. عاوزكم تدوروا على الاسم ده قوي وتشوفوا فيه بعض الفيديوهات اللي بتشرح فيه ايه ملامح البرنامج الهورايزون ابلكيشن، هيعجبكم جدا لانه فيه فيتشر هايله جدا وبسيط جدا واي حد ممكن يشتغل عليه. الكورس بتاعنا ده هيكون متقسم الى بعض الدروس زي ما هنشوف النهارده ان شاء الله. هنتكلم في اول درس عن انتروداكشن عن الابلكيشن فيرتشواليزيشنز، هنتكلم على البورتبل ابلكيشن انستول وكونفيجر زين اب، هنتعلم يعني في درس تاني نعمل ازاي نعمل انستول زين اب، ازاي نعمل كابتشر لابلكيشن ماين او ازاي نحول الابلكيشن ماين بتاعنا ده الى بورتبل ابلكيشن. هنتكلم بعد كده ازاي تبلش البورتبل ابلكيشن عن طريق الشير او جروب بولسي او ستريمينج. ازاي بعد كده هنتكلم على الانتجريشن بين الزين اب والفيم وير فيو، والانتجريشن بين زين اب وزين فاكتوري، والانتجريشن بين زين اب والهورايزون ابلكيشن. وبعد كده نشوف ملخص لكل الكورس بتاعنا وايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها في المستقبل عندنا. طبعا في بعض الناس بتسأل هل في ليه منهج او ليه كتب او ليه كورسات او امتحانات. هو ملوش امتحانات وملوش اوفيشال كورس عندنا، انما ليه بعض الكتب موجودة على موقع VMware بشكل فري، ممكن اي حد ينزلها عندنا. نبدأ بأول حاجة عندنا الـ Introduction to Application Virtualization. مسمى الـ Application Virtualization يمكن احنا اتكلمنا فيه لما كنا بنشرح كورس الـ VMware VCP. اتكلمنا ان في حاجة اسمها Application او Virtualization بصفة عامة اللي هو بيتكلم على السيرفرات، واتكلمنا على الـ Virtualization في كورس الـ VMware View اللي هو الـ VDI Virtualization او الـ Desktop Virtualization، انت هتقدر تحول ماشين خاصة بيوزر الى Virtualizations. هنا بيتكلم على الجزء الثالث اللي هو الابليكيشن فيرتشواليزيشن، بمعنى ان احنا شكل ما شوفنا كده في الكورسات اللي فاتت السيرفر او الكلاينت، ان احنا عاوزين هدفنا في الاخر ان يبقى احنا نقلل مقدار العمل بتاع الناس التيم بتاع الاي تي، وان كل حاجه تبقى شبه جاهزه عندنا، بمجرد بحركات بسيطه جدا نقدر ندي لليوزر ده ماشين ومكان على السيرفر، وبالاضافه لكده ابلكيشن جاهز. بمعنى ان احنا لو عندنا نتورك كبيره
وفيها مثلا 200 300 يوزر. اليوزر دوت عاوزين ننزل لهم ابلكيشن معين. الشكل التقليدي بتاعنا ان احنا بنعمل انستليشن للسوفت وير ده، سواء انت هتلف عليهم او سواء انت هتعمل لهم جروب بوليسي. ممكن الابلكيشن ده يحتاج حد يكون قدامه عشان يعمل الخطوات ويدخل الكي او النتورك او الكونفيجريشن بتاعتنا، لازم يكون في حد من الاي تي، وبتاخد وقت طويل عندنا. لكن احنا بنتكلم في البورتابل ابلكيشن. احنا كلمه بورتابل ابلكيشن مشهوره جدا، وكتير مننا استخدم برامج بورتابل. كلمه بورتابل بمجرد بنسمح ليها برامج جاهزه، ان هي برامج بمجرد ما بضغط على الفايل بتاعها الاكس اي بيفتح الابلكيشن من دون ما يكون الابلكيشن ده معمول له انستول قبل كده على الجهاز اللي بشتغل من خلاله. ممكن اخد الابلكيشن ده واشغله على اي جهاز تاني بدون ما يكون عامل سيت اب ليه او اي حاجه، او هو بينزل اي ملفات على الجهاز بتاعه. ده فكره البورتابل ابلكيشن. حاليا بيسموها الابلكيشن فيرتشواليزيشن، لان هو البرنامج ده بالفعل ما هوش موجود على جهاز فعليا، انما هو برنامج بيتنقل على اي جهاز. باخد السورس اللي هو ملف الاكس اي او الام اس اي شكل ما نشوف، واخده على اي جهاز عندي في النتورك، بمجرد ما انا بعمل ليه كوبي على اي جهاز واعمل عليه دبل كليك هيشتغل عندي. هنشوف ان الموضوع ابسط من كده كمان، انت ما بتحتاجش تعمل له كوبي على الاجهزه. ده ممكن اليوزر يفتحه ستريمنج. ستريمنج ان هو بيكون موجود على فولدر شير، واليوزر بيكون عنده شورت كات من الابلكيشن ده وبيشغله عنده. هنا الناس ما تفكرش احنا نتكلم على التيرمينال. التيرمينال شيء وده شيء. التيرمينال الابلكيشن بيشتغل على الجهاز اللي هو السيرفر نفسه بيفتح عليه سيشن، انما الابلكيشن فيرشواليزيشن هنا البرنامج ما بيستخدمش حاجه على الفولدر الشير الموجود على السيرفر ده، ما بيستخدمش بروسيسنج عشان الابلكيشن ده يشتغل عليه، انما كل البروسيسنج وكل حاجه بتشتغل على جهاز الكلاينت. ففي فرق كبير جدا بين التيرمينال سواء مايكروسوفت سواء الزين اب شركه سيتريكس او غيرها، وبين الكلام بتاعنا دلوقتي اللي هو البورتابل ابلكيشن. للاسف بعض الكتب وبعض السايتات بتدخل الاتنين في بعض، بيصنفوا ان ده وده ابلكيشن فيرتشواليزيشن. لا يا جماعه، ده حاجه وده حاجه. الابلكيشن فيرتشواليزيشن ده برنامج بنقله كوب على اي جهاز، مش لازم اتصل بالسيرفر او اي حاجه وهشتغل، انما التيرمينال باي نوع من انواعه تحت اي مسمى ده حاجة تانية خالص. ده البرنامج بيتفتح سيشن ريموت على السيرفر، والسيرفر ده الابليكيشن بيشتغل عليه، فبياخد رامات وبروسيسنج وكل حاجة موجودة من على السيرفر مش عند الكلاينت. في فرق ضخم جدا بين ده وبين ده، والبساطة الخاصة بالبورتبل ابليكيشن ضخمة جدا، لان انت ببساطة بتاخد البرنامج ده اللي عبارة عن فايل اكس اي في الاخر، تقدر تشغله على اي جهاز عندك. ممكن تكون موجود على يو اس بي، توصله بلابتوب، توصله بجهاز في دي اي زين كلاينت معندوش اي داتا، او جهاز فيزيكالي نتورك، اي جهاز عندنا سيرفر بغض النظر عن الويندوز بتاعه، ويندوز اكس بي 7 فيستا، حتى سيرفر 2003 او 2008، البرنامج ده هيشتغل بدون اي مشاكل عندنا. طيب ده فكرة عامة عن الابليكيشن فيرتشواليزيشنز. ايه الشركات اللي بتعمل بردك بورتابل ابلكيشن؟ في بعض الشركات كتير بتعمل بورتابل ابلكيشن سوليوشن. لاحظوا بس عشان الناس ما تختلطش عنها الموضوع، برنامج زين اب هو ده برنامج بينشئ برامج بورتابل، هو مش بورتابل هو نفسه، انما هو بينشئ برامج بورتابل. بمعنى ان احنا مثلا عايزين نعمل برنامج الاوفيس يبقى بورتابل، الناس تعمل ما تحتاجش تعمل انستول لبرنامج الاوفيس، انما يكون عندها كده ايقونات الوورد والاكسل وغيرها، مجرد ما يضغط دبل كليك على الايقونه دي تفتح البرنامج بدون ما يكون عنده سواء السورس ان هو انستول عنده او اي حاجه معمول لها كونفيجريشن في البرنامج، هي بيكون جاهز على طول دبل كليك على اكس اي بيشتغل. في البرنامج زينب هو المسؤول عن عمل الابلكيشن دي، هو طبعا بيشتغل مع كل الابلكيشن سواء ال 32 بت او ال 64 بت الويندوزات، اما الابلكيشن ب 32 بت. وهنتكلم هنيجي نتكلم في الدرس القادم ان شاء الله، بنتكلم على الانستليشن دي، هنقول هو سبورت مع مين ومش سبورت مع مين، سبورت الابلكيشن معينه او سبورت انظمه تشغيل معينه او كده. في شركات كتير بتعمل موضوع الزين اب او بورتابل ابلكيشن، طبعا بزين اب ده خاص بشركه في ام وير. ايه الشركات ديت؟ طبعا الثلاثي الهجومي دايما الفيرشواليزيشن اللي هو الفي ام وير وسيتريكس ومايكروسوفت، ده طبعا اي حد منهم بينتج برنامج التاني المنافس للتقليدي بيعمل ابلكيشن منافس ليه وقريب منه. فالتلاتة بيعملوا حاجات شبيهة او قريبة من البورتابل ابلكيشن،
بمعنى طبعا في ام وير بتعمل بورتبل ابلكيشن اللي هو الزين اب. سيتريكس طبعا ده برنامج الزين سيرفر، لكن الزين اب ده يا جماعه طبعا ما يصنفش بورتبل ابلكيشن، انما يصنف تيرمينال ابلكيشن، لكن ده ممكن من خلاله تقدر تعمل موضوع ستريمينج وتشغله من على السيرفر بشكل كده يعني ادفانسد شويه، لكن طبعا لا يصنف قوي بورتبل ابلكيشن. شركه مايكروسوفت عامله حاجه يعني الى حد ما بين التيرمينال، طبعا هي عندها تيرمينال طبعا معروف مش هتكلم عليه ده، لكن هي عندها برنامج تاني كانت مشتريه من شركه سوفت جريد، حاليا بقى اسمه سيستم سنتر ابلكيشن فيرشواليزيشن سنتر مانجر، سيستم سنتر ابلكيشن فيرشواليزيشن مانجر، ده البرنامج الخاص بيهم. شركه مايكروسوفت عاملاه حاجه الى حد ما قريبه من بورتبل ابلكيشن، لكنها كومبليكيتد شويه في عمليه الكونفيجريشن بتاعتها. في شركة تانية اسمها زبون، يمكن مش كتير بنسمع عنها، عليها برنامج بأبليكيشن بيعمل بورتبل أبليكيشن. شركة سيمنتيك عندها وراك أبليكيشن بيعمل الموضوع ده. لو رحنا كده شفنا ويكيبيديا، شفنا ايه الشركات اللي بتعمل بورتبل أبليكيشن، جايب لي بعض الليستة كده من الشركات ده ممكن من خلالها أقدر أستخدم أي أبليكيشن بتاع عشان أعمل لي بورتبل أبليكيشن. وفي شركات تانية برك بتعمل حاجات شبيهة، لكن طبعا زين آب او الاب في او الناس دي بتعمل ترمال ابلكيشن مش ابلكيشن فيرشواليزيشن، عشان يبقى واضح بالنا ايه الفرق بين الاثنين. طبعا في الكورس بتاعنا ده هنركز كل شغلنا على برنامج الزين اب من شركه في ام وير. ليه؟ طبعا بالاضافه ان شركه في ام وير شركه عملاقه، برنامج الزين اب برنامج بسيط جدا خفيف جدا ويديني فيتشر عاليه جدا في الموضوع ده. يعني من غرائب البرنامج ده احنا شفنا حجمه، هتلاقي حجمه 30 ميجا بس، الانستوليشن بتاعه ما فيش اكتر من نيكست نيكست، ما فيهوش اي تعقيد. حتى في العمل بتاعه ان احنا نستخدمه عشان يعمل لنا ابلكيشنز بورتابل سهل جدا، في 4 5 خطوات بقدر اعمل ابلكيشن ده. فعشان كده هو يعتبر رقم واحد في العملية ديت، و في فيتشر كبيرة جدا في الانتجريشن مع برامج تانية عند شركة في ام وير. شكل ما احنا في كورس في ام وير فيو في فيديو درس كامل خاص بازاي استخدم البورتابل ابلكيشن وعملها انتجريشن مع الفي ام وير فيو. طبعا في الفي ام وير فيو بيعمل ويندوز او نظام تشغيل كامل اوبريتنج سيستم لليوزر الموجود على السيرفر. فاحنا عشان نوفر السايز والرامات وكل حاجة عشان ما نحتاجش نعمل انستول لسوفت وير على الجهازة بتاعتنا، ممكن اي يوزر يستخدم بورتابل ابلكيشن جاهز عن طريق زين اب. فزين اب مع الفيم وير فيو بيعملوا انتجريشن قوي جدا، وعشان نقدر نعمل ابلكيشن فيرتشواليزيشن واليوزر اللي عنده الماشين ديت يستخدم ابلكيشن بورتابل بشكل بسيط جدا. طبعا ليه علاقة طبعا ببرنامج تاني اللي هو الهورايزون ابلكيشن مانجر، ده برنامج هنتكلم عليه وبرنامج جديد ولسه نازل من شهور بسيطة يمكن شهرين بالكتير، لكنه برنامج قوي جدا وهيقلب المقاييس كمنافس قوي لشركة مايكروسوفت كتيرمينال وشركة زين سيتريكس زين اب. البرنامج ده هنشوف ان شاء الله في الدرس القادم ازاي نعمل له انستليشنز عندنا، هو طبعا برنامج ممكن اي حد يعمل له انستليشن لمدة 60 يوم عندنا. ده برنامج ان شاء الله هنتكلم عليه في درس قادم اللي يعتبر قبل الاخير، بنتكلم على الفي ام وير هورايزون ابلكيشن مانجر، لكن انا عاوزكم تتفرجوا عليه لان هو هيشدكم جدا. تشوفوا الفيديو بتاعه ده بشكل بسيط، ان هو بيعرض لنا الابلكيشن بورتابل في شكل ويب انترفيس شبيهه بالتيرمينال كده، اليوزر بيقدر ياكسس ماشي الابلكيشن بتاعه من اي ديفايس سواء موبايل سواء لابتوب باي نظام تشغيل ايا كان، ويقدر يأكسس الابليكيشن بتاعه بشكل بسيط جدا وظريف جدا عندنا. يبقى دلوقتي اتعرفنا على الفيرشواليزيشن ابليكيشن وتعرفنا الى حد ما على الزين اب. طبعا في الدرس القادم هنتعرف عليه اكتر، انستليشن ونتعرف عليه كفيتشر كل شيء. اللاب سيت اب بتاعنا بسيط جدا واي حد ممكن يستخدمه في البيت، حتى مش محتاج هنا سيرفر قوي، انما جهاز عادي خالص في البيت عندك، ممكن اي جهاز عندك في الشغل تستخدمه في العملية دي. حتى شركة في ام وير لما تيجي نعمل ريجستريشن عشان ننزل برنامج زين اب، يقول لك يكفيك جدا يكون عندك ويندوز بس عشان تقدر تعمل الموضوع ده، او
يكون عندك ويندوز فيرتشوال كده عشان تقدر تكريت الماشين وتقدر تعمل سناب شوت منها وتوقفها عند حد معين وتعمل تكريت ابلكيشن تاني بورتابل وتعيده وهكذا. يعني العملية بسيطة جدا. في النهاية عندنا مش محتاجين اكتر من جهاز واحد، جهاز شغال اي نظام تشغيل مايكروسوفت اكس بي 7 فيستا حتى لو سيرفر مش هتفرق معانا، وبس وهننزل عليه برنامج ميزين ايام وهنبدأ نعمل انستليشن للابلكيشن عليه. هتحتاج ممكن جهاز تاني عشان تعمل تيست عليه الابلكيشن بورتابل اللي انت عملتها. طبعا انت مش هتقدر تعمل تيست الابلكيشن بورتابل على جهاز اوريدي عملت اتعمل عليه انستول. ففي النهاية نحتاج 2 جهاز مش اكتر من كده. جهاز ده جهاز حتى على سبيل المثال احنا في اللاب بتاعنا هيبقى اجهزة ويندوز 7 او اكس بي ايا كان، طبعا مراعاة للحالة اللي موجودة عندك في الشركة. يعني لو الناس شغالة اكس بي حاول يكون الويندوز او الجهاز اللي هتعمل عليه البورتابل ابلكيشن ده قبل ما تطلعه وتكريته على ماشين تكون الماشين دي تكون اكس بي يكون افضل، لكن احنا راكز طبعا على ويندوز 7 لان هو الاشهر حاليا. ففي جهاز هنعمله ويندوز 7 فاضي خالص وهننزل عليه برنامج زين اب، وده اللي هيكون مسؤول ان احنا من خلاله هنكريت الابليكيشن بورتابل. وهيكون عندي فيه جهاز تاني فاضي برضك، ده اللي هناخد الابليكيشن بورتابل ملف الاكس اي او الام اس اي ونعمل له تيست على الجهاز التاني ده ونشوف الابليكيشن ده بيشتغل تمام في اي مشاكل في اي كونفليكت مع اي ابليكيشن تاني، هل ناقصه اي فايل اي داتا اي حاجة. فانت في النهاية ممكن محتاج مش محتاج اكتر من 2 ماشين عندك، وال2 ماشين مش لازم يشتغلوا مع بعض، ممكن تشغل ماشين وبعد كده تطفي الماشين التانية وتعمل تيست، او حتى ممكن تعمل تيست على الجهاز بتاعك الفيزيكال وممكن تعمل تيست على اي جهاز تاني. العملية بسيطة جدا في الكورس ده ومش محتاج اي هاردوير اطلاقا، اي جهاز فيزيكال فيرتشوال اي نوع مايكروسوفت هايبر في سيتريكس اي حاجة هيشتغل عليها برنامج زين اب ببساطة جدا. هو برنامج خفيف جدا مش محتاج اي هاردوير ريكويرمنت اضافية عندك. بكده يكون انتهينا من اول درس من سلسلة الابليكيشن فيرشواليزيشن الخاصة بالبرنامج البي ام وير زين اب. عاوزكم تبدأوا تحضروا لبقية الدروس من ناحية الناس اللي هتسأل على في فيديوهات او في ريسورس تانية ممكن نذاكر منها. شركة في ام وير عاملة كام كتاب كده كويسين جدا في شرح لزين اب حتى بشكل ادفانسد، هتقدر تنزلهم في موقع في ام وير مجانا لأي حد يعمل ريجستريشن فيه مجاني. وحتى عاملة سلسلة كده من 6 فيديوهات بيسموها لزين اب بوت كامب، موجودة وراك فري على موقع في ام وير، او لو بحثت في ام وير زين اب بوت كامب على يوتيوب هتلاقيها موجودة. هي مش تكنيكال قوي انما هي بتتكلم على التكنولوجيا والانتجريشن بتاعتها مع تكنولوجيا تانية، يعني الى حد ما مش بتديك امثلة كتير، لكن الناس عشان تحضر نفسها وتجرب وتشوف ايه اللي هو برنامج الزين اب. وعاوز ناس برك تحضر نفسها الى حد ما في برنامج الزين فاكتوري هورايزون ابليكيشن، حاولوا تقروا عنه، حاولوا تنزلوا لي بعض الفيديوهات. هو اللي مالوش شرح فيديو ديديكيت ليه، انما هو كل الفيديوهات الموجودة ليه بيشرح بس كده الشكل النهائي بتاعه وازاي تستخدمه مش ازاي تعمل له كونفيجريشن اندر. هنا بطلب منكم الكلام ده عشان الناس يبقى عندها فكرة عن الابليكيشن اللي هشرحها، لان في بعض الابليكيشن اول مرة الناس تسمع عنها زي زين فاكتوري والهورايزون ابليكيشن مانجر عندنا. ده درسنا الاول، ان شاء الله الدرس القادم هنتكلم فيه ازاي نقدر نعمل ديبلوي لزين اب، وازاي نعمل اول بورتابل ابلكيشن عندنا، وازاي نعمل له تيستنج على اي سيرفر او اي ماشين او اي كلاينت عندي نشوف هيشتغل تمام ولا في اي مشاكل عندنا. كان معاكم مهندس خالد الدسوقي، شكرا جدا لحسن السماع.